ده عشان نسرق بنك. بنك مين؟ بنك الشاطئ. بنك الشاطئ. اسرق البنك اللي هشتغل فيه بعد شهر العسل؟ اطمن، مش هنسرق فلوس. امال هتسرق منبوزية؟ لا، شوية شيكات ورهونات أرض بتاع ناس غلابة الراجل خدها حطها في البنك. أوراق؟ ما هي سرقة برضه. لا لا لا، اللي يسرق حرامي ما يبقاش حرامي. مين اللي قال لك الكلام الفارغ ده؟ أنت عارف الأولاد الغلابة دول يبقوا أولاد مين؟ مين؟ الراجل اللي أنقذ حياتك لما بيته وقع، أنقذك ومات هو. أوعى تقول عم دابس. هو عم دابس. ساعتها قلت إن ذنبه في رقبتك وجميله طوق حوالين رقبتك. فضل رد جميل في ولاده الغلابه اليتامى. ايه دخل عيال عم دعبس بسرقه بنك يا ابني؟ عيال عم دعبس زي غيرهم ناس غلابه فقراء على قد حالهم. الراجل عمل ولي، خد سبحه ونزل قال لهم يا اخوانا المال مال الله، وانا عاوز اعمل صدقه، خلاص بودع، عاوز اعمل صدقه، ساعدوني، اللي عاوز فلوس ياخد. الغلابة صدقوه عشان قلبهم طيب، كل واحد استلف قرشين على قد مشروع صغير ياكل منه عيش. كل واحد منهم فرح ان في راجل عنده ايمان وخير لغايه دلوقت. بعد اسبوع رجع معاه سبحه تانيه اكبر، قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام قال تكاتبوا. الغلابه قالوا الخير موجود والايمان بيزيد. اللي مضى مضى واللي بصم بصم، هتلاقيهم بيمضوا على رهونات الارض. خدها صاحبنا وحطها في البنك، وبعد شهر لو عامل مجمع كبير في كل مشاريعهم الصغيره. انهارت املهم، لا طالوا سما ولا ارض. والمفتري مش يسكت على كده، لا، رفع عليهم قضيه. فاضل يومين، لو ما جبناش الاوراق بتاعت الغلابه من البنك اديناها للقاضي هيتسردوا. والراجل ده راجل كافر ضلالي ما يعرفش ربنا. يا انت الوحيد اللي بتقول عليه الكلام ده. لا، ده في ناس معلقه صوره في الحمامات. يتكلموا عن امانه وشرف عبد الشكور الغندور. عبد الشكور الغندور؟ اه والله، ده اساس الفساد والضلاله. انت ما تعرفش ايه اللي عامل. انت عرفت الكلام ده كله منين يا له؟ منين؟ من مراته. مرات مين؟ مرات عبد الشكور الغندور. انت تعرف مراته منين؟ اعرف مراته منين؟ احب الفطير المشلتت. مش انت خبستها يا له؟ يا سلام، كان عليها رأس. تقولش بتاكل جيلي؟ دلال مراتي رقاصة. أنا كان ليا معاها مغامرات تشيب الكتكوت لأصلع. أنت هتسرح بيا، هتسرح بيا. لو راجل قول لي اسمها الحقيقي بس. لا، ما تتعبش نفسك، اسمها الحقيقي أجدع منك ويتقلوك بالذهب ما وصلوش ليه. انما اسمها الفني بطه تيكاوي. ايوه، يعني خدها على الماشي. مراتي انا تيكاوي. بقول لك ايه، عاوزين ناكل لقمه بقى. مش انا بقى حد عندك لازم جنب. تخرج بره ناكل لقمه. لازم تطلع بره هيتخرب. حته فاكهه. لا، حته فاكهه بعدين. ده لسه دقه بخيل. مش دقه. خلاص هجيب سندوتشات. هجيب سندوتشات من محلات. سندوتش. الله يعينك. يا خبر اسود لو شاف مراتي. يا ترى انت فين يا دلال؟